طبعا انا شايف ان معالي النقيب مهتم جدا بالشباب، مهتم جدا بدعواتهم، مهتم جدا بالحوارات معاهم، مهتم جدا ان هو يلتقي بيهم، مهتم جدا ان هو يجتمع بيهم، بيحقق لنا مطالبنا او يعني اللي بيقدر عليه او المسموح ان هو يتحقق. ما شفتش الصراحه اي اعتراض لاي مطلب مسموح. طبعا في حاجات ما ينفعش ان هي تتحقق، بس بتبقى غصب عن النقابه لان مش مسموح بيها. لما بنطلب حاجه مسموحه بتتقدم. طبعا انا شايف ان المؤتمر دوت انا فخور جدا ان انا واحد من رؤساء الكيانات او واحد من المنظمين او واحد من المؤسسين كيانات بيشارك في تنظيم حاجه زي كده، حاجه يعني فخر لشباب المحامين، وان شاء الله يكون ملتقى لشباب المحامين جيد. يعني بصراحه معهد المحاماه ده اعظم حاجه اتعملت في تاريخ المهنه، لان كل الناس اللي بتبقى خارجه من الجامعات بيبقوا النظري حاجه والعملي حاجه تانية خالص. المعهد بيفهمنا وبيأهلنا ازاي نقدر ندخل على واقع عملي اول مره نقابله، زائد ان احنا طلبنا من النقيب ان هو يعمل لنا مكتبه قانونيه علشان اي حد محامي يقدر يلجأ لها، وبالفعل قبل الفكره وبالفعل بدأنا في تنفيذها، وان شاء الله قريب جدا هنقول امتى هنفتتح. التواصل مع النقيب بسيط جدا وفاتح بابه لكل الناس، ما بيقولش لاي حد لا، ولانه متواصل مع كل الناس وخاصه الشباب وبيراعيهم، ظهر كيانات كتير جدا، بقى في طفره في الكيانات اعداد مهوله، كل شويه حد بيكلمه. وهو بصراحه لو ما كانش بابه مفتوح وصدره رحب لكل الناس ما كانش ظهر كل الكيانات ديت ولا استوعب كل الناس دي. احنا سعداء بلقاء النقيب النهارده بالشباب. ان شاء الله النهارده النقيب هيوضح اسئله كتير احنا محضرينها باسم جروب اغاثه المحامي. الشباب شايف النقابه جايه عليه في كذا حاجه، اتمنى ان النقيب النهارده يسمع مقترحات الشباب، واتمنى ان هو ينفذ مقترحات الشباب النهارده. والله النقيب العام حاليا او الفتره الاخيره توجهه كله لشباب المحاميين، ما تاخرش عنهم نهائي ويلبي كل طلباتهم ودعواتهم، وده طبعا حرصا من النقيب العام على التواصل مع شباب المحامين وتلقي اسئلتهم بنفسه والاجابه عنها بدون ما يبقى في اي وسيط ما بينه وما بين الشباب، وده طبعا حاجه كويسه جدا. وان شاء الله باذن الله انا حاسه ان القادم في النقابه افضل طبعا، وان ان شاء الله باذن الله اللي جاي للشباب، وان شاء الله باذن الله اعداد قادم من الشباب في مجال العمل النقابي في النقابه بفضل وقوف معالي النقيب سامح عاشور مع شباب المحامين. النقيب في الفترة الأخيرة دي واقف ورا الشباب وبيدعم الشباب، وظهر في الفترة الأخيرة أكتر من كيان، ده بيدل على إن النقيب فعلا داعم للشباب، بيدعمهم في حاجات كتير جدا ومن موسوعات قضائية وكتب، معارض بدل، جميع الخدمات اللي تخدم الشباب، حل مشاكل الشباب. الفترة الأخيرة دي فعلا النقيب واقف في ظهر الشباب، الشباب حصل طفرة كبيرة في نقابة المحامين، ده أدى إلى ظهور كيانات كتيرة جدا بتخدم الشباب. الفترة الأخيرة النقيب دايما على تواصل مع شباب المحامين للاستماع إلى مشاكلهم وحل جميع المشاكل بتاعتهم والاستماع لتطلعاتهم للمستقبل واستماع لأفكارهم وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع لحل مشاكل الشباب والمستقبل أفضل لنقابة المحامين. النقيب بيتبنى أي فكرة لأي شاب شايف إن هي للصالح العام للمحامين، بيقف في ظهره لحد ما ينفذ فكرته وتخدم جميع المحامين.